بسم الله الرحمن الرحيم، مكملين مع بعض في التايب سكريبت ويز رياكت. طيب هنتكلم عن اول اختلاف جوهري نقدر نشوفه بعينينا، وهو البروبس. تعالى كده نتذكر مع بعض او نشوف البروبس في مشروع الرياكت جي اس او الرياكت بالجافا سكريبت. كنا بنعمل البروبس دي ازاي؟ يعني باختصار شديد كده، كنا مثلا ادي عندي الكومبوننت بتاع الاب، هعمل مثلا كومبوننت جديد هسميه وليكن شايلد، او ممكن اسميه اي اسم تاني انا عاوزه. طبعا انا جوه رياكت جي اس فاقول له دوت ايه جي اس. عشان اعمل كومبوننت جديد بقول له رياكت ار فانكشن، الاكستنشن دي او الاضافه دي عباره عن اللي هي اي اس 6 7 تمام، اللي هي دي اللي هي باب الاي اس 6 اي اس 7. طبعا انت بمجرد ما تعمل لها كده يعني بتديك اختصارات، بتكتب ار اي اف بيعمل لك الكومبوننت اللي جاهز، او ممكن تكتبه بايدك مش فارقه معانا كتير قوي تمام. طبعا ده عباره عن ادي كومبوننت اسمه شايلد، عظيم قوي. فانا حاليا دلوقتي هاجي جوه الاب واستدعي الكومبوننت اللي اسمه ايه، اللي اسمه شايلد. هجيب هنا الامبورت ستيتمنت بتاعتي واجي هنا اقول له من فضلك استدعي التشايلد، هقول له دوت سلاش تشايلد، وادي اسم الفايل بتاعي هنا اللي هو ايه تشايلد. تمام تمام، طب كويس قوي. هنا اكسبورت ديفولت، وتعالى نرن البروجكت بتاعي. اول حاجه هروح للماي اب، ده كله بس عشان اوريك الفرق بين البروبس هنا والفرق بين البروبس هنا، عشان يبقى الكلام واقعي مش مجرد ان احنا بنقول معلومات نظري وخلاص، لا نطبق على ارض الواقع. في نفس الوقت المعلومات دي احنا هنحتاجها طبعا لما نيجي نشتغل مع بعض في النكست جي اس تمام. طبعا هقفل الحاجات اللي هي القديمه اللي انا مش محتاجها. ادي المشروع بتاعي اشتغل بالفعل ما فيهوش اي مشاكل. جوه الاب كومبوننت استدعينا الشايلد كومبوننت. طبعا لو جيت هنا اروح جاي بدل الكي اللي انا كاتبها دي اروح جاي عامل كده تمام، واجي جوه الشايلد هاجي هنا مثلا نكتب اي جمله نقول له this مثلا is شايلد او اي حاجه تانية انا عاوزها. بمجرد ما سيف طلع لي ايرور، قال لي الايرور ده. طيب بيقول لي ان في ايرور في الامبورت بتاع التشايلد. تعالى كده نشوف يا ترى هل ترى ايه الايرور. ركز معايا، احنا عملنا الامبورت بتاعنا بين قوسين، الكلام ده المفروض من كورس الرياكت انت تكون عارفه. لما باجي اعمل اكسبورت ديفولت العنصر بتاعي ما ينفعش احطه بين قوسين. طب بحطه بين قوسين امتى؟ لو انا جيت هنا ورحت جاي قايل له اكسبورت ماشي كده بالشكل ده كده، فبالتالي انا في الكومبوننت ده ممكن اعمل 5 6 اكسبورت. فبص هو اعترض، لازم بقى في الحاله دي احطها بين قوسين زي كده. فلو عملت اكسبورت ديفولت ما ينفعش احطها بين قوسين تمام. لو ما عملتش اكسبورت ديفولت، عملت اكسبورت بالطريقه العاديه، ينفع احطها بين قوسين والراجل مش هيعترض عادي خالص، هيقول لي ايه ذيس از شايلد تمام، مفيش اي مشاكل لحد كده. طب اجي هنا في الاب، الاب ده اللي هو المفروض الاب اللي هو البيرنت، فانا عاوز ابعت حاجه بروب هسميها نيم، وهنبعت قيمه جواها اسمها احمد. كنا بنعمل في الرياكت العاديه ايه؟ حاجه من الاثنين، يا اما باجي هنا بقول له بروبس، ثم باجي هنا جوه كود الجي اس اكس اجي اروح جاي قايل له بروبس دوت نيم. حلو، فالمفروض ان هو هيطبع لي قيمه البروب اللي انا يعني بمرر قيمه من هنا لهنا طبعا لاحمد. طيب عندنا مشكله في البروب دي، بس ان انا لو قلت له نيم اتنين يعني لو قلت له اسم مش موجود هنا هو ما اعترضش. ده بقى كده اول مشكله حقيقيه موجوده في الجافا سكريبت التايب سكريبت بتحلها، هو هنا ما اعترضش زي ما انت شايف كده. لما نيجي ننفذ هنا بقى مش جايبها ليه؟ بص ركز معايا، مش جايبها ليه؟ لان مفيش حاجه اسمها نيم اتنين. طب المفروض بقى لو احنا شغالين تايب سكريبت هنا هيعترض، هيقول لي لا ركز ان مفيش حاجه اسمها نيم اتنين. فدي اول فايده من فوائد التايب سكريبت شفناها في مشروع حقيقي او في فريم ورك لايبراري حقيقي تمام. او الحاجه الثانيه ان احنا كنا بنعمل ديستراكشننج للاسم بتاعنا، فبنيجي هنا نقول له نيم بدل ما انا بقول كلمه بروبس يعني والجو ده كله اهو، بقول له هنا نيم اتنين هنا يعني كده هتبقى نفس الايه نفس الفكره. ده كده البروب باختصار شديد قوي. طبعا البروبس ممكن تكون قيمه فاليو زي كده، او ممكن ان انا امرر فانكشن عادي جدا، والكلام ده احنا شفناه في الرياكت كتير قوي. ذاكر السكشن بتاع الرياكت فاندمنتال وهتلاقيني حاططه لك داخل الكورس ده عشان تذاكره قبل ما نخش في الجد. طب ده كده بالنسبه للرياكت جي اس اللي هو جافا سكريبت. طيب لو عاوزين نعمل بقى نفس الكلام في التايب سكريبت، نشوف الحلول اللي بتقدمها لنا تايب سكريبت في النقطه دي تمام. تمام طبعا لازم ارن مره ثانيه، الترمينال بتاعي بيحضر اهو، فهقول له من فضلك روح للماي اب، ثم هنقول له ان بي ام ستارت
تمام عشان نبدأ المشروع الجديد بتاعنا. عقبال ما يبدأ هنيجي هنا نعمل فايل جديد هنسميه وليكن child. طبعا ادي هو عمل اشتغل على اللوكال 3000. ما لحقتش ان انا اسمي الفايل بتاعي، هسميه child.tsx تاني .tsx. هاجي هقول له react r function component اللي هو r a f e اللي هو يعني r function. تمام، نفس الفكره اللي احنا عملناها هناك. هنيجي هنا نقول له this is كذا. تمام، طيب عاوز امرر اجي هنا نفس الفكره ان انا هروح جاي عامل import للتشايلد بتاعي زي كده. روح جاي، يفضل دايما في الامبورتات والحاجات دي تاخد كوبي عشان دايما ما يحصلش عندك مشاكل. بص برضو من ضمن بقى اول ميزه في التايب سكريبت ان انا هنا عملت امبورت الاسم الفايل غلط، حط لي على طول على طول مباشر. تمام، ما استناش معايا، اما في الجافا سكريبت هيقبلها مني بس لما اجي ارن المشروع هيضرب معايا ايرور هنا. فدي الفايده ان وانا جوه الكود قبل ما ارن بعرف المشاكل، فدي تعتبر اول فايده من ضمن الفوائد. طبعا انا عامل اكسبورت ديفولت هنا فلازم اشيل الاقواس دي زي ما شرحت قبل كده. فتلاحظ ان ايه، هاجي هنا بدل ما انا بقول له هلو تايب سكريبت، كل حكايه ان انا هروح جاي عامل للتشايلد بتاعي. تعال نتاكد ان كل حاجه تمام، قال لي ذيس تشايلد مفيش اي مشكله. تعالى جوه الاب ابعت بروب نفس اللي احنا عملناه هناك، هاجي اقول له نيم وهديها قيمه انيشلايز او قيمه ابتدائيه اللي هي محمد مثلا. تعالى هنا ده كده، بص ركز معايا بقى، انا اديت بروب في التايبس في الجافا سكريبت لما عملنا نفس الحركه دي قبلها عادي. بص هنا قال لي، قال لي التايب اللي هو النيم من نوع سترينج، قال لي از نوت اساينبل تو تايب، قال لي البروبرتي نيم داز نوت اكزيست. تاني قال لي البروبرتي نيم مالها، داز نوت اكزيست يعني مش موجوده اصلا. يعني انا عشان ابعت حاجه للتشايلد ده لازم تكون معرفه وموجوده عشان يقبلها مني في الجافا سكريبت، يقبلها مني عادي جدا وقبل مني الاسم بالغلط اللي جواه. تمام، طيب جوه التشايلد هنا احنا هنا كنا بنعمل ايه، كنا بنيجي نكتب كلمه بروبس ونيجي هنا مثلا نقول له بروب دوت كذا اهو، ده اللي احنا كنا بنعمله في الجافا سكريبت. المفروض اقول له بروبس دوت نيم مثلا زي ما احنا كنا بنعمل هناك. برضو تلاحظ اقف على البروب هنا كده، قال لك بارامتر بروبس هاز اني تايب، هو ما يعرفش البروب دي عباره عن ايه ولا نوعها ايه ولا جايه منين. تمام، احنا هنا حاليا بنتعامل كتايب سكريبت، التايب سكريبت ما تعرفش ان احنا بنتعامل جوه اللايبراري بتاعت الاكت، هي بتتعامل كلغه. ومن ضمن القواعد بتاعت لغه التايب سكريبت ان انا بعت حاجه هنا، انا دلوقتي انا ما اعرفش هي نوعها ايه. انا بص النيم رجع قبلها، طب ليه؟ لان انا هنا قلت له ان في بروبس، بس البروبس دي هو حاليا ما يعرفش ايه مشكلتها. بص قبل ما اعمل رن او اعمل اي حاجه الغلط باين وواضح وصريح، فانا المفروض حاليا دلوقتي ادي البروب دي تايب. يعني احنا في الجافا سكريبت تمام زي ما عملت من شويه، عملنا نفس الكلام ده كده اشتغلت معانا مظبوط. فالمفروض اول اختلاف بين الجافا سكريبت والتايب سكريبت مع الرياكت هو البروبس. طب تعالى نشوف بسرعه ايه الحل عشان خاطر نشيل الخطا ده من هنا. طيب هو بيقول لي يعني البروبس دي هو مش عارف هي عباره عن ايه، فلازم اديها تايب. اديها التايب ده باكتر من طريقه، اسهل واسرع طريقه ان انا هنا اجي اقول له الانترفيس اللي احنا شرحناه في التايب سكريبت. بص هنا حاليا هتلاقي ليه فوائد، فمثلا ممكن اجي اقول له برو مثلا او بروب من غير كلمه بروبس زي كده، عباره عن يعني انترفيس. احط بقى جواه اي حاجه انا هبعتها من هنا، بمعنى انا عاوز ابعت نيم وكلر، فهروح جاي هاجي هنا هقول له النيم ده عباره عن سترينج زي كده حلو، واقول له مثلا برضو في كلر عباره عن سترينج نفس القصه. تمام اجي هنا في البروبس دي اقول له ان البروبس دي نوعها بروب اللي هو ده اهو، فانا كده البروبس اديتها تايب. فلما اقول له بروبس دوت نيم هل هيعترض؟ لا. ركز بقى معايا، تعالى نرجع هنا تاني ايه اللي حصل بقى. بيقول لك ان الكلر از ميسنج. طب ليه بقى؟ لان انا قلت له ان انا البروب ده نوعه نيم وكلر، فالمفروض ابعت نيم وكلر في الجافا سكريبت. انا لو كنت هنا مثلا حددت ان انا عندي نيم بس وجيت هنا استقبلت نيم وكلر، هنا مش هيعترض. هيعترض امتى؟ ساعه لما اجي رن على البراوزر. لكن هنا انا وانا لسه بكتب كود انا بشوف الغلط وبصلحه بدل ما اكتب كود طويل قوي وارجع اقعد ادور على المشاكل فين وسط الكونسول بتاعنا. تمام، فالمفروض انا هنا عرفت الكلر. لو جيت هنا بص ركز معايا، مجرد مثلا ما اقول له الكلر بتاعي بيساوي مثلا اي قيمه مثلا جرين حلو، شوف زي كده، ف
اوتوماتيك عرف الشغل بتاعي. طبعا ممكن نعمل ديستراكشنج هنا عادي خالص للبروب دي جواها النيم، وكمان ممكن نعمل لل يعني الكالر برضو. تمام، فانا بدل ما اقول له بروب دوت نيم فهاجي هنا اقول له ايه نيم على طول مباشر، وممكن يعني نعمل برضو الكالر بتاعنا نفس القصة الكالر اللي مبعوث. تمام. طب بص قال لي هنا ايه، طبعا محمد جرين، يعني جرين دي اللي هو البروب التاني. طيب تعال نجرب بقى خصائص الانترفيس بتاعنا عشان نشوف ايه اللي احنا بنعمله. مثلا لو انا عملت علامة استفهام هنا، علامة الاستفهام دي كانت معناها ايه؟ افتكر معايا كويس، او علامة الاستفهام دي كانت معناها اوبشنال. يعني الاول لما انا ما كنتش عامل علامه استفهام كان هنا بيعترض. طب تعالى نشوف دلوقتي هل الراجل هيعترض ولا لا. اه الراجل ما اعترضش. ليه؟ لان انا عملت انترفيس، الانترفيس ده سميته مثلا، خلينا نسميه اسم واقعي شويه داتا. حلو، ونيجي هنا نقول له ده من نوع داتا، فدي البيانات بتاعه المستخدم. في منها بيانات اساسيه اللي هي النيم لازم ابعتها غصب عني، في بيانات تانية ممكن ما ابعتهاش زي الكلام انا مش عاوز ابعته. فبالتالي اما حطيت لك علامه الاستفهام فاصبحت اختياريه او اوبشنال. تمام، فلما جيت هنا طالما انا ما بعتش الكلر هو الراجل ما اعترضش. طب لو شلت علامه الاستفهام معناها ان هي حاليا اجباريه، بص ضرب ايرور في ثواني. فبالتالي انا كده قدرت ان انا استخدم اول حاجه اللي هي الانترفيس بتاعنا، بستخدم الانترفيس بتاعنا في البروبس بتاعتنا. تمام، فده كده اول اختلاف جوهري بين التايب سكريبت والجافا سكريبت مع الرياكت. وخد بالك نفس الكلام ده احنا هنستخدمه بنفس الطريقه دي في النكست جي اس او المشروع الكبير اللي احنا هنعمله في اخر الكورس ان شاء الله. هنكمل مع بعض في الفيديوهات اللي جايه باقي الفروقات بين التايب سكريبت والجافا سكريبت مع الرياكت جي اس.